إذا كنت تريد هاتفاً من سامسونج ولا تستطيع شراء سلسلة الإس، وفي نفس الوقت تريد ما هو أفضل من سلسلة جي، فربما هاتف A6 مناسب لك، خاصة إذا عرفت قيمة الهاتف. تصميم الهاتف جمع ما بين لمسات S9 وJ7 نسخة 2018 من الأمام واجهة بدون أزرار مع إطارات نحيفة. من الخلف يميز الهاتف الخطان الهوائيان بالأعلى والأسفل بشكل أنيق، وأسفل الكاميرا الخلفية هناك مستشعر بصمة. الاختلاف أن نسخة Plus جاءت بأبعاد أكبر. الهاتف جاء بتصميم معدني مع واجهة زجاجية وبأبعاد طولية 18.5 إلى 9. طول الهاتف 15 سنتيمترا وعرض 7.1 سنتيمتر وسماكة 7.7 ملم. ولا معلومات عن الوزن. الشاشة مقاسها 5.6 إنش بدقة HD Plus 1480x720 بكثافة 294 بيكسل بالإنش من نوع سوبر أموليد، وهذا أمر ممتاز لهاتف من الفئة المتوسطة. من حيث الأداء يعمل الهاتف بنظام أندرويد أوريو، المعالج إكسينوس 7870 8 نواة بتردد 1.6 جيجا هيرتز ومرفق بمعالج رسوميات مالي T830 MP2، الرام 3 جيجا بايت وذاكرة التخزين الداخلية 32 جيجا بايت، ويمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت. وهذه الأرقام تضع الهاتف ضمن فئة الهواتف المتوسطة وربما لا تناسب أصحاب الاستخدام المكثف على المدى الطويل. الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 مزودة بتقنية التركيز التلقائي مع فلاش، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 ومزودة بفلاش أيضا. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ميلي أمبير ولا تدعم ميزة الشحن السريع. ويحتوي الهاتف على العديد من الميزات مثل ميزة التعرف على الوجه لفتح الهاتف وميزة Always on Display والتي تعرض واجهة الوقت والتاريخ بدون تشغيل الشاشة لتوفير البطارية. كما يدعم الهاتف ميزة الدفع الإلكتروني سامسونج باي والمساعد الشخصي بيكسبي. سيتوفر بعدة خيارات من الألوان مثل الأسود والذهبي والأزرق، ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق العالمية خلال الشهر الحالي. ولا أسعار دقيقة عن الهاتف، ولكن من المرجح أن يكون سعره بحدود 360 دولارا أمريكيا. والآن نترككم مع سعر الهاتف بمختلف العملات.